من جديد مشاهدينا الكرام إلى نقاش الظاهرة الإخبارية، وكما أشرنا في بداية هذا الموعد الإخباري سنناقش في ملفنا الأول. إذن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد التزام الجزائر والدولة الجزائرية بحماية القدرة الشرائية للمواطن وكذا تعزيزها. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الملف ومتابعة منا لهذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي هواري تغرسي. أهلا بك أستاذ هواري تغرسي، جمعة مباركة. أهلين، طبعا جمعة مباركة خاصة لكم وللشعب الجزائري. أهلا بك معنا. إذن أستاذ هواري تغرسي، في كل خرجة إعلامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لطالما شهدنا ولنزال يعني نشهد حرصه الشديد والتزامه على حماية القدرة الشرائية للمواطن، بداية قراءتكم لكل هذه المعطيات. أكيد طبعا لما نحكو على القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن كان قد تطرق عليها أو لها السيد رئيس الجمهورية من خلال نقاط عديدة، منها طبعا الحفاظ على القدرة الشرائية بزيادة قيمة نقدية بالنسبة للقانون. شفنا هذه الأمور في القانون المالي 2023 من خلال نقطة طبعا مهمة ومرتبطة بالنفقات الغير متوقعة من خلال مبالغ طبعا مهمة كبيرة موجودة في قانون المالية، من بينها طبعا هذه النقطة اللي هو نفقات المتوقعة لقيمتها تقريبا 10 مليار، والهدف منها بالنسبة لثلاث طبقات، بالنسبة لرقم الاستدلالي للأجور، ثم طبعا بالنسبة لمنحة البطالة اللي يمكن راح تكون طبعا مضاعفة فيما يخص العملية، إلى جانب طبعا زيادة فيما يخص الباطة منحة البطالة كذلك، وتسوية المشاكل اللي كانت موجودة فيما يخص الأعمال وطبعا الموظفين المؤقتين، هذا اللي كان خاصة عقود ما قبل التشغيل اللي عانى طبعا أصحابها في المراحل السابقة. نظن هذا أول طبعا مؤشر إيجابي، ولكن بالمقابل تطرق إلى السيد رئيس الجمهورية إخلال نقطة مهمة جدا اللي هي تخفيض الدينار اللي كان موجود في السنوات الماضية، ولاحظنا هذا التخفيض كان يمس بالقدرة الشرائية بالنسبة للمواطن. لما نشوف تخفيض العملة من خلال 10 سنوات معناتها تقريبا 40% بالنسبة للتخفيض، لما نشوف قانون المالية اللي قبل تقريبا 21 كان تقريبا 4.75% بالنسبة للتخفيض العملة. نظن انه أكد على نقطة مهمة جدا هو رفع قيمة الدينار، ولأنه من شأنه رفع طبعا القدرة الشرائية لما تكون العملة نتاعنا طبعا مرتفعة، ولكن ينبغي التطوير كما ذكر السيد رئيس الجمهورية تطوير المنظومة الإنتاجية في المراحل القادمة باش نعطي أكثر قوة بالنسبة للدينار، ليس الإضافة طبعا تكون إضافة إدارية، ولكن بالمقابل يجب أن تكون هذه الإضافة حقيقية بالنسبة لتطوير المنتجات وفق منظومة اقتصادية قوية اللي انطلقت تعديلات كبيرة بالنسبة للعملية، أولها طبعا قانون الاستثمار اللي يعطي أكثر تحفيزات بالنسبة للاستثمارات. طيب. هذا طبعا في الشطر الثاني. نقطة أخرى كذلك بالنسبة لسيد رئيس الجمهورية كان قرر في هذه النقطة اللي هو طبعا تخفيض الرسوم، وطبعا في بعض الحالات أنه مش انعدام هذا الرسوم اللي كانت موجودة طبعا في قانون المالية. أنا خلينا نقول لك أنه قانون المالية في السنوات الماضية أنا كنت نسميه قانون ضرائب وليس بقانون المالية، لأنه دائما يفرض طبعا رسوم وفي الاخير هذه الرسوم اللي راح يخلصها دائما المواطن. فالسيد رجم ركز على الاخرى، قال انه يمكن ان تكون زيادات في المراحل القادمه، ولكن بالمقابل يمكن كذلك ان تكون حلول عن طريق قوانين وشريعات الحفاظ دائما النقطه الاساسيه والهدف كيف يمكن رفع من طاقة الانتاجيه ورفع القدره الشرائيه بالنسبه للمواطن. نظن النقطه اللي يعاتب طبعا كثير من الاقتصاديين وقالوا انه هذا الرقم ممكن انه يأثر على الخزينة العمومية، ولكن ما فاهمينش انه العنصر البشري هو العنصر الاساس في التنمية الاقتصادية وتحقيق طبعا الثروة، يجب الاستثمار في العنصر البشري، وهذا ما ركز طبعا عليه السيد رئيس الجمهورية من خلال طبعا القرارات المتتالية منذ طبعا توليه الحكم في هذه المرحلة. نظن المرحلة الجاية هي مرحلة أكيد أنه حركة كبيرة ومرحلة الثورة، خليني أقول لك أنه ثورة من خلال التشريعات والقوانين ومن خلال الإصلاحات الوطنية للوصول طبعا إلى اقتصاد
قوي لأن إمكانيات الوطنية موجودة، ولكن بالمقابل نعم أستاذ هواري التغرسي، بالحديث عن المرحلة القادمة، أمس رئيس الجمهورية ذكر أنه في عام 2023 ستكون هناك إجراءات جديدة للحفاظ على القدرة الشرائية والتحكم في التضخم والتحكم في الأسعار وأيضا رفع الإنتاج. ربما ما هي الآليات التي يجب اعتمادها من قبل الحكومة الجزائرية لتحقيق هذا المسعى، خاصة وأن شهدنا خلال عام 2023 محاربة ربما الأسعار عبر قانون المضاربة؟ أكيد طبعا هذا قانون المضاربة، ولكن إشكالية واحدة أخرى اللي كانت موجودة خاصة العقار، كيفية حماية العقار العمومي، لأنه شفنا مشروع متجاز على مستوى الحكومة، ولكن المراحل القادمة راح نشوفوا أنه هذه العمليات الغير أخلاقية اللي كانت تمارس في المراحل السابقة، ونظن أنه لأنه من بين النقاط اللي اعتمد عليها سيد رئيس الجمهورية هو مناخ الاستثمار من خلال قانون الاستثمار مهم جدا، ولكن من خلال رقمنة حقيقية. كان ركز على نقطة الرقمنة، وأنا كبرلماني سابق تقريبا لي 10 سنوات وأنا النادي برقمنة القطاعات الاقتصادية ورقمنة كل المنظومة. كيف يمكن، طبعا شفنا أنه من خلال قانون الاستثمار مثلا شفنا أنه منصات رقمية بالنسبة لعملية الاستثمار، منصات رقمية بالنسبة لشباك الوحيد، منصات رقمية، وبالتالي أنه الحركية في المراحل القادمة يجب طبعا نقلها إلى منظومة، خاصة نحكو على قوانين مهمة بالنسبة لإشكالية اللي كانت موجودة اللي هو الصرف النقدي وقانون النقد والصرف اللي طبعا أثبت عجز نتاعو القدم نتاعو منذ 1990، طبعا هذا أكثر من 33 سنة، وإحنا نكرس هذه العملية بطريقة تقليدية كلاسيكية نوعا ما. إذن ينبغي طبعا إيجاد الحلول فيما يخص عملية الصرفة، فيما يخص الصرفة الإسلامية، فيما يخص طبعا السيولة، فيما يخص الدفع طبعا الإلكتروني، فيما يخص كثير من الأمور. نظن السيد رئيس الجمهورية كان ركز على النقاط واعتبر أنه هي الحل في المراحل القادمة. لما نقول ثورة اقتصادية قادمة أكيد من خلال تشريعات قوانين مهمة، ومن خلال طبعا استقطاب بالنسبة للاستثمارات. وأنا جاي طبعا من أضرار هذا الأسبوع، تلاقي طبعا في أضرار أتراك في أضرار حابين يقوموا بعملية استثمارية في هذه المناطق، معناتها كل إمكانياتنا طبعا كبيرة في الجزائر ولكن غير مستغلة. واش علاش غير مستغلة؟ لأنه لم نبسط هذه الإجراءات، وهذه نظن السيد رجمي يريد التركيز على مبادرة مهمة، ويريد التركيز على تذليل هذه العقبات اللي موجودة في القوانين وفي كثير من الإدارات، والحل نتاعها لأنه يجب طبعا الذهاب إلى منظومة رقمية للقضاء على كل السلبيات لمسة الاقتصاد الوطني في المراحل السابقة. بالحديث عن المنظومة الرقمية، رئيس الجمهورية أيضا أشار أمس أستاذ هواري التغرسي لضرورة تعميم الرقمنة حتى نتمكن من إحصاء العائلات ذات الدخل الواحد. ما هي الآليات التي ترون اليوم أنه يجب أن تكون معتمدة لتحقيق هذه المنظومة الرقمية التي من المؤكد أنها ستخدم الاقتصاد الوطني؟ أكيد طبعا إشكالية الدعم الاجتماعي اللي موجودة، نظن النواب مشكورين في قانون المالية 2022 من خلال المادة 188 اللبنة الأولى للعملية انطلقت، النية الحسنة من طرف السلطات العمومية ومن طرف طبعا النواب، ولكن ينبغي أنه إيجاد منظومة عمل للحصول على المعلومة الإحصائية بالنسبة للعائلات. نظن يجب طبعا تضافر جهود تقريبا كل الوزارات للحصول على الإحصاء، كيف يمكن معرفة العملية. ضروري أنه 2023 ننطلق طبعا في هذه العملية، لأنه تأخرنا بزاف تقريبا سنوات، ونحن نحكي على إشكالية حل الدعم. لأنه بكل صراحة هل يستفيد المواطن البسيط من هذا الدعم؟ نقوله نعم، ولكن بنسبة ضعيفة جدا، لأنه خليني أقول لك رقم، الغني يستفيد من الدعم تقريبا 12 مرة مقارنة مع الفقير، لأنه يستهلك الكهرباء بكثرة، يستهلك الغاز بكثرة، يستهلك طبعا الغازول بكثرة، يستهلك مواد استهلاكية بكثرة، وبالتالي أنه راح نشوف أنه جزء لواء أو جزء من 10 يستفيد منه هذا الفقير، وعشرة أجزاء واحدة أخرى يستفيد منها طبعا الغني. إذن يجب إيجاد منظومة لتسيير طبعا خاصة الدعم الاجتماعي اللي موجود والرقم تاعو
طبعا رقم كبير جدا اللي هو 17 مليار او 20 مليار دولار كل سنه. نظن هذا يجب توجيه هذا الدعم المباشر لمستحقيه، يجب طبعا الحفاظ على هذه الطبقه، ونظن الاجراءات هذو كلهم الحفاظ على هذه الطريقه. ولكن بالمقابل وجب طبعا توجيه او تصويب الفكره الى التوجيه المباشر بالنسبه للعائلات المعوزه في كل القطاعات الوزاريه، انه قطاع الصناعه طبعا قطاع الصحه مربوط بالجانب هذا، قطاع الداخليه مربوط بالجانب هذا، قطاع التربيه مربوط بالجانب هذا، كل القطاعات حتى قطاع التعليم العالي، كل القطاعات مربوطه بنظام طبعا التعويض اللي شفناه من خلال ارقام موجوده في قانون او في قوانين الماليه، ولكن هناك ارقام واحده اخرى طبعا غير مصرح بها وغير موجهه لقطاعات واحده اخرى، ولكن بالمقابل يستغل منه طبعا كل الشرائح الاجتماعيه. وهذه اذا حبينا نفرض العداله الاجتماعيه، هذه الفكره هي اصلا لا عداله اجتماعيه موجوده، ويجب طبعا تسويق ويجب العمل، عمل كبير منتظر من القطاعات الوزاريه في المراحل القادمه. ويجب خلينا نقول انه يجب وضع لجنه على مستوى عالي حتى على مستوى رئاسه لقطع هذا المشكل ولاعطائها صلاحيات اكثر لحل طبعا هذا المشكل. شكرا لك استاذ هواري تغرسي الخبير الاقتصادي على كل هذه الشروحات التي قدمتها لنا. مشاهدينا الكرام، نبقى دائما في ذات السياق، ويلتحق بنا مباشرة عبر تقنية سكايب أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر أكرم شتيح. جمعة مباركة أستاذ، أهلا بك معنا مباشرة على قناة الشروق الإخبارية. جمعة مباركة لك ولجميع السادة المتابعين. أهلا بك أستاذ شتيح. خلينا ربما نبدأ بتصريحات رئيس الجمهورية أمس، حيث أكد التزامه على حماية القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها، كما كشف عن إجراءات جديدة ستكون عام 2023، والقصد منها حماية القدرة الشرائية للمواطن، رفع الإنتاج ومحاربة التضخم وارتفاع الأسعار. بداية ربما لو نتحدث أو تعمل لنا ربما أستاذ قراءة عن أبرز الآليات التي اعتمدتها الدولة والحكومة الجزائرية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن خاصة خلال عام 2022. فعلا سيدتي الكريمة، وأنه تكلم بأمس السيد وركز وشدد على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. خلينا نقول ما هي الآلية تجعل شرائية المواطن وفهم وتسمح للمواطن ب. نعم أستاذ أكرم شتيح، لا بأس ربما سنتصل بك هاتفيا بعد قليل، ولا بأس أن نذكر من جديد بأبرز تصريحات رئيس الجمهورية فيما يخص هذا الشق، ملفنا للنقاش حول القدرة الشرائية، حيث قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من حق المواطن أن يحصل على جميع احتياجاته دون مشقة وبدون أي مساس بكرامته. رئيس الجمهورية أكد في عام 2023 أنه ستكون هناك إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وقال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون: نحن في المرحلة الرابعة من عملية رفع الأجور، وسنواصل رفعها حتى يسمح الأجر للعامل بضمان العيش الكريم، وذلك يتعين أن يقابله التحكم في الأسعار. كما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن السنة القادمة ستعرف اتخاذ عدة إجراءات في هذا الصدد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية والتحكم في التضخم مع رفع الإنتاج والتحكم في الأسعار، ومواصلة رفع الأجور سنويا حتى تصل إلى حد معين. رفع الأجور وقيمة الدينار ومحاربة المضاربة تعد التزامات بالنسبة لرئيس الجمهورية، إذ تم رفع قيمة الدينار بنسبة 30%، وستتعزز بذلك القدرة الشرائية للمواطن. ومن تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون: إذن رفع الأجور سيستهدف عدة فئات.
للحديث أكثر حول هذه التصريحات ومتابعة منا لهذا الملف يلتحق بنا النائب البرلماني السابق أحمد خليفة. أهلا بك سيدي، جمعة مباركة. جمعة مباركة علينا وللجميع إن شاء الله. إذن سيد خليفة، نتحدث عن تصريحات رئيس الجمهورية فيما يخص حماية القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها في المستقبل واتخاذ إجراءات جديدة عام 2023 لحماية القدرة الشرائية للمواطن، ربما ما رأيكم في الإجراءات والآليات التي اتخذتها الدولة الجزائرية لتحقيق هذا المسعى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية ليك ولكل المشاهد الكريم. أما بعد، نقول باللي هناك التمسنا باللي هناك إرادة سياسية من طرف رئيس الجمهورية، إرادة سياسية واضحة تحت يعني وجهد للتغيير وللتقدم، ولكن هذه الإرادة السياسية اصطدمت بإرادة بإدارة غير قادرة على تنفيذ وتطبيق تلك الإرادة السياسية، مما عطل كثير من الأوامر وعطل كثير من التعليمات لرئيس الجمهورية. شفنا أن رئيس الجمهورية كثير من التعليمات وكثير من التوجيهات اتخذت، ولكن على أرض الميدان في التطبيق، لأن اصطدمت بإدارة غير قادرة على تنفيذ أو تنفيذ تلك القرارات، منها التماطل وكذلك عدم القدرة على تنفيذ تلك التطبيقات، مما أدى بالمواطن إلى دخول عملية الشكوك فيما بما يصرح به رئيس الجمهورية. ولهذا يتطلب منا إعادة النظر في منظومة الإدارة الجزائرية في قضية التنفيذ، لأنها ترجع إلى أسباب. السبب الأول هو القدرة، ثانيا الخبرة، ثالثا هناك مازال هناك سيد أحمد خليفة. 2022 فيما يخص الاقتصاد الجزائري، يعني رغم كل التغيرات الجيوسياسية والتغيرات العالمية التي مست معظم الدول حتى الدول التي تمتلك ربما أكبر اقتصادات إلى أنها تضررت، إلى أن صندوق النقد الدولي كشف في عدة تقارير له أن الاقتصاد الجزائري شهد نموا. نتحدث ربما عن الجانب الاجتماعي، القدرة الشرائية للمواطن، محاربة المضاربة، كل هذه إجراءات في مصلحة المواطن الجزائري. لا، هي أكيد هناك إجراءات اتخذت أو قرارات أو تعليمات اتخذت من طرف رئيس الجمهورية للتقدم إلى الأحسن. وإحنا نعرف أن الصورة العالمية الآن، حتى المجموعة الأوروبية الآن دخلت في اضطرابات اجتماعية، والنقابة تتوحر في إضرابات وما إلى ذلك، لأن من جراء الحرب الأوكرانية الروسية، ضف إلى ذلك من قبل الوباء تاع كورونا الذي يعني عم على الجميع، وبالتالي الوضعية التي يعني راهي فيها الجزائر اليوم بالنسبة للدول الأخرى يعني في مستوى لا بأس به، يعني لا بأس به من حيث يعني مقارنة بكثير من الدول. الآن نسعى يعني يسعى رئيس الجمهورية للتحسين في القدرة الشرائية في محاربة المضاربة، ورانا نشوفوا على الميدان يعني الخرجات لمحاربة المضاربة وما إلى ذلك، ولكن تبقى القدرة الشرائية عند المواطن مازالت تحتاج إلى تقوية ومازالت تحتاج إلى تفعيل. طيب، لأن كل سيد أحمد خليفة رئيس الجمهورية أكد ولا زال يؤكد في كل خرجة إعلامية له التزامه وحرصه الشديد على إلاء الأولوية أو إعطاء الأولوية ربما للقدرة الشرائية للمواطن. أمس ذكر أنه في عام 2023 ستكون هناك إجراءات جديدة للحفاظ على القدرة الشرائية والتحكم بالأسعار وأيضا التضخم ومحاربة المضاربة ورفع الإنتاج الوطني. برأيكم ما هي الآليات التي يجب أن تعتمدها الحكومة لتحقيق هذا المسعى؟ هنا البيت القصيد في هذا الكلام. اليوم كاين إرادة سياسية لا شك فيها من طرف رئيس الجمهورية في التقدم إلى الأحسن، وهذا لا شك فيه ولا ريب، لكن تبقى الآليات التنفيذ
تخضع إلى مقاييس أخرى، تخضع إلى القدرة، قدرة الأشخاص أو قدرة المسؤولين على التجسيد وترجمة تلك الإرادة السياسية، كذلك إيجاد المناخ المناسب. لما نتكلم على القدرة الشرائية وعلى الإنتاج وعلى كذا، نتكلم على المناطق الصناعية والراهي، على قضية التصدير، البنك التوطيد، الجانب المصرفي، ما إلى ذلك، يعني كل مترابط في بعض البعض. وبالتالي تلك الإرادة السياسية في تحسين القدرة الشرائية تحتاج إلى آليات ملموسة على أرض الواقع. ولهذا يحتاج رئيس الجمهورية الآن بضخ دم جديدة ذات خبرة وذات كفاءة، ويعطي المناخ ويوفر المناخ المناسب حتى نستطيع، لأن القدرة الشرائية موش في قطاع معين، أو يعني كل القطاعات سواء الداخل أو الخارج. وبالتالي نحتاج إلى قدرة، ونحتاج إلى آليات، ونحتاج إلى تفعيل أكثر حتى نجسد ما قاله رئيس الجمهورية، لأن نحن نشعر باللي هناك نية حسنة من طرف رئيس الجمهورية للتقدم نحو الأفضل. وهو كذلك. شكرا لك أحمد خليفة، نائب برلماني سابق، على هذه الشروحات التي قدمتها لنا. في ذات السياق مشاهدينا الكرام، نتحدث عن أبرز تصريحات رئيس الجمهورية أمس، إذن خلال أو في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، إذن أكد من جديد حرصه والتزامه على حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وتعزيزها، كما كشف عن إجراءات جديدة ستكون مطلع عام 2023، والهدف منها من جديد إذن حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، رفع الإنتاج الوطني، محاربة المضاربة. يلتحق بنا من جديد عبر الهاتف أكرم شتيح، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر. أهلا بك من جديد معنا أستاذ شتيح. أهلا بك، ونعتذر عن الإقطاع الاتصال. ما فيش مشكل أستاذ شتيح، كنا نتحدث ربما عن القدرة الشرائية وتقييمكم لكل المجهودات التي قامت بها الحكومة الجزائرية فيما يخص حماية القدرة الشرائية للمواطن. نتحدث ربما الآن عن آليات تعزيز هذا المسعى الذي يقوم به رئيس الجمهورية كخبير اقتصادي، برأيكم ما هي الآليات التي يجب أن تكون لتعزيز هذا المسعى عام 2023 مثلما شدد رئيس الجمهورية؟ فعلا هي نقطة هامة وهامة جدا. أنه البارح تكلم السيد رئيس الجمهورية بالأمس عن تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وهنا تظهر أو تطفو للسطح إشكالية ما هي الآليات أو الميكانيزمات التي تسمح للدولة برفع القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما أدركه السيد رئيس الجمهورية وتكلم عنه بالأمس خلال لقائه الصحفي. وأن نلاحظ أن ثلاث نقاط هامة وأساسية، ربما أنا في اعتقادي أنها من أهم النقاط التي تجعل أو تعزز من القدرة الشرائية للمواطن. النقطة الأولى تتعلق أساسا بقيمة العملة في حد ذاتها، والنقطة الثانية تتعلق بارتفاع الأسعار، والنقطة الثالثة تتعلق بدخل الفرد أو دخل المواطن الجزائري. وبالنسبة للحلول والآليات اللي اتخذتها الدولة اتجاه هذه النقاط الأساسية التي تزيد أو ترفع من القدرة الشرائية للمواطن، نلاحظ أنه فيما يخص مثلا الدخل المستهلك، أنه الزيادات تكون تدريجية في كل مرة. لاحظنا أنه خلال السنة الماضية في سنة 2022 كانت هناك زيادات في الدخل العام للمواطن. الآن تعتزم دولة مع حلول سنة 2023 خلال القانون المالية لسنة 2023 زيادة أخرى في الأجور المتعلقة بالموظفين أو المستهلكين الجزائريين. أيضا أكد السيد رئيس الجمهورية بالأمس أن هذه الزيادة لن تتوقف عند حدود سنة 2023 فقط، بل ستتبعها زيادات تدريجية أخرى خلال السنوات القادمة أو في القريب العاجل. وبالتالي بالنسبة لنقطة الدخل ستكون نقطة ركزت عليها الدولة من خلال رفع الدخل، هذا طبعا سيساهم في زيادة القدرة الشرائية. النقطة الثانية المتعلقة بقيمة الدينار الجزائري، تكلم عنها أيضا سيد رئيس الجمهورية، أنه يسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية المحلية عن طريق فتح استثمارات جديدة لإنشاء مؤسسات إنتاجية تقوم برفع الإنتاج الوطني، ومنه رفع الصادرات الجزائرية.
وبالتالي هذه الأمور ستساهم أيضا في ارتفاع قيمة الدينار. أيضا نلاحظ أنه أيضا ضمن الدخل أن نتكلم السيرة الجمهورية عن إعطاء بعض إعفاءات ضريبية للمواطنين للحفاظ على القدرة الشرائية. وشفنا أنه مثلا جميع الدخل الذي لا يتعدى 30 دينار جزائري أي كسب لاين يعني معفاة إجماليا من الضريبة. أيضا تبقى نقطة ارتفاع الأسعار وهي أيضا نقطة هامة تكلم عنها السيرة الجمهورية، وأنه الدولة مجندة ومجهزة لل